قال يا امي ما شي فايدة، هاي خامس مرة يعدل فيها السقف وبعدها يخرب، والبلدية تقول اطلعوا لأن البيت بيطيح عليكم. هذا الكلام صحيح، بيوتنا مر عليها الحين 30 سنة وما كانت مصممة عشان تتم لين هالوقت. أنا كم مرة قلت لكم خلنا نشوف مكان ثاني نسكن فيه أحسن. شو؟ نشوف مكان ثاني؟ والله والله يا معلاوي لو يطيح البيت طابوقة طابوقة على راسي ما ظهرت. هكي طاحت. حسبي الله ونعم الوكيل. يا امي هالبيت قزرت عمري كله فيه، جبت عيالي وربيتهم فيه، ويلستنا تراها فيه، والعرب كلهم يدرون ان هذا بيتي ويوصلوني. يوم بتظهرين من بيتك منو بيدلك؟ منو بييج؟ لا لا يا امي انا مو ظاهره من بيتي، لو يشربوني من لال. سكت عنه، إذا تميتي على هالحالة البيت بيتهدم علينا كلنا. ويت صدقين؟ زين يوم قلتي لي عشان أبات في الكبت. لا لا لا، أنا بسوي حق مقاول وايد شاطر، بيصلح بيتك يا أم سعيد، وبالمرة بخليه يصلح بيت أم سلوم بعد. بس أنا بيتي ما بلا شيء. أم سلوم؟ لو بيتك فيه 5 حجر وصالة، ما تم منه غير حجرة وصالة. إي والله صدقت يا أم سعيد، ما أدري بهن الحجر وين سارن. ألو، مرحبا مرحبا، حي الله بنت يمعة، كيف حالك؟ وكيف حال الفريخات؟ وخواتك منا كلهن بخير؟ هي الحمد لله. لا يا أمي مسموحة الغالية، الكل ترى لاهي في دنياه. ها؟ وين بتتحولون ما شاء الله؟ البرشة؟ شي وديكم؟ يقولون الأرض صبخة هناك. وا علي، الله يجعل بيت عامر والتهنوبة. انزين الغالية سلمي على البنات، الله يحفظك. أم سعيد شنو صار؟ ما شي، بنت يمعبة تتحول البرشة، تقول ضاق عليهم البيت وجدم. وعلي عليك يا بنت يمعة، الفريج ما ينشهب لياك. صدق يوم قالوا ليه بغيت تتغلى تغرب ولا موت. أم سعيد الحرمة ما سافرت، تحولت بيتهم الجديد، يعني بعد بتشوفينها إن شاء الله. اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. خلاص يا امي شلوا عمارهم وتحولوا، وكان ذكرونا في العيد بعد زين. سلام عليكم. ويدي ام سعيد بلاش مويمه، حصاتين طايحات على راسه، حصاتين. قلنا لكم بيت الدعن اخير، بس ما توصلكم الرمسه. انا من سكنته ما طاح علي شيء. ام خماس انت مو بحسن عنها، مراقب البلديه قال ان بيتك قابل للاشتعال. الا زاغو شرد يوم اشتعلت انا عليه. اوه نسيت اقولكن ان ام خلفان وام بخيت واثنين من عيالهم جميل تحولوا من الفريج. شو؟ لا حول ولا قوه الا بالله، بلاهم الناس قاموا يهاجرون ويتحولون. يا امي هاي ارضنا ومن استوينا فيها، لا حول ولا قوه الا بالله. ويدي بلاش تقولين حد ميت عندك. ماتت عندي 10 يراني يا ام خماس، وين قبل وين الحين؟ نسوا ان بيننا رحم ومتقاربين، الواحد يوم مو بيالس ويا اهله شو خان تبعد. يا جماعه هذا امر طبيعي، هاي سنه الحياه، الناس تنتقل من مكان الى مكان، خاصه اذا المكان اللي كانوا فيه جدا مضاق عليهم. لكن نحن من استوينا هني ونحن هالدار، كيف تضيق علينا ديارنا الحين اللي يابولنا من عرا وبرا؟ انا مرتاحه في بيتي وبطالعه، اللي وعسى باكر الارض اللي ساكنين فيها يسوون عليها مشروع ولا يمدون الماي لين بيتي. حزتها بيعوضونا بالملايين. يا امي الملايين تبني قصور، بس العشره ما تنشرى، وبعدين قالوها اليار قبل الدار. ما عليك، الحين اللي بيزات يا امي تسوي العجب تشتري بهم حتى الربع كانت تبين. ما علينا يا امي، عليهم بالعافية، الله يعوضنا بالجنة إن شاء الله. ولا تزعلين يا أم سعيد، أنا باكر بسوي حق المقاول وبخليه إيه ويرمم بيتك ويرد أحسن عن قبل. يرممه عشان يرد يخر مرة ثانية. أم علاوي ناولي لي كبريت، كان ما خليتها تبات عند أمها هاي.
لا 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 دخيلك كله ولا بيتي بنطب وبسكت. ايه اتحرى بعد. هام علاوي يا المقاول وعاين البيت ورطن عليك بالانجليزي وروح. شو قال؟ قال ان السقف يباله تبديل كامل ويمكن المساله تطول لما يخلص. شو رايك تباتين عندي لما يعدلون السقف؟ حش علي، انا شرات السمكه يمي ان ظهرتيها من البحر ماتت. ويه عيل انت شرات ديايتي يوم طلعتها من الماي حصليتها ميته. عجب ما تستحين، الحين انت بتحطيني انا وديايتك واحد وانا مخماس لين الحين ميت؟ اشتراني يمي، هاي يتحدر علينا الصيح يا تحدر علينا مرتعبة ولا انها مطنجرة، خليها اشتبيبها مفتكين من الصدعة. ام سعيد خلص الدياي اللي عندي في البيت، منو بيسوي لي برياني؟ ها فري عمرك في الجدر يمي. ودي شو قالوا لك قبلها؟ انا صدق ان العدل نعمه يوم سلوم. قومي مسير عند اغا باخذ لك دياي وباخذ لي دواء حق راسي. ام علاوي قومي تعالي ويانا. لا لا انا ما بسير، الحين بيحطون المسلسل التركي. مسلسل شو؟ حسبي الله على ابليسك، خربت عيل ام خماس شتبيبهم يمي، خريط مكود وايد احبه. طويل وحلو وسيم. ويدي يلا بالستر، منو هو؟ ها المسلسل. يلا طوفي قدامي، انت زين يوم من ريلك بتوفي ولا كان الحين مطلقه؟ يلا طوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو فيك حبيبتي؟ شنو صار؟ وين صار فريجنا؟ معلاوي ليكم حولين الشارع جدل فريج؟ مستحيل، لأن السيايير هاي ما تتحرك. جايقة جايقة جاو. يا ابنكي هذا صوت مخماس. بسم الله بلاج، ليكون احترق بيتك؟ لا بس ام جميل اجرت بيت عياله لهذالي على العزاب، ومن البارحة ما رقت من الحشرة والناس اللي داش وطالع. إشي أحمر وإشي أزرق وإشي أخضر. أخضر شراتك؟ أوف أم سعيد، نحن لازم نحط نهاية لهالمهزلة. هاي السالفة ما نسقت عنها، قوم نسير جدا بيتهم جميل. أم جميل فجي الباب فجي الباب، فج الله راسك فجي. ما شاء الله ما شاء الله، اشوفكم مبسطات خاري اليوم، شو عندكن؟ انت ما تستهين ما تخيلين، ما فيك مذهب؟ انا ابو انت اجرين بيوت عيالك على العزابيه. بيتي وانا حره فيه، ايلس فيه عزابيه، ايلس فيه متزوجين، ايلس فيه ارامل، كيفي وحلالي. حل لو دمك يا الفقمه قولي امين. بس يا ام جميل لحن يران وانت عندك بنت ما تخافين عليها من هالعزابية؟ انتن وايد انصدقات عماركن، يمي كل وحدة منكن فوق السبعين، منو بيصج داكن يا المسكربات؟ وبعدين اش عنا من الشطرات ومشططات علي انا؟ ترى ام احمد وام بخيت وام خلفان ونصها للفريج تحولوا واجروا بيوتهم على عمان، وكان كن مو بمصدقات وايجن هناك. ام علاو ام سلوم ام خماس ضاع الفريج. حسبي الله ونعم الوكيل. ام سعيد نحن في بمبي، هاي مهزله انا بروج فيهم. يا ام سعيد هدي اعصابك يا مخمص، هالعمال ما لهم دم ولا سووا شيء غلط. ما سووا شيء غلط؟ هي هالخياس كله والازعاج منهم سوينا يا دوتي. ये सब क्या शोर है? मैं पिछले 14 घंटे से काम पर हूँ, इंसान अपने घर पर भी सुकून से सो नहीं सकता। इश इश एन अब खमासी गोली हादे इश हल ना कुछ बेहद बागल नफर रियाली गोल शोले
ينام في بيته وهو مرتاح؟ اندوكم انتو سكنوا في ريشنا وخذوا بيوتنا. ايه لا ترددني، انا مخماس ووراي الطوفان. طوفان؟ مبهذا جالبوت عيال بطي بن حميد؟ كيساهي تيكي شكريا شكريا. بيتو بيتو ليش واقفين؟ يريد كان ها؟ ويتي من متى ترمسين هندي؟ ما أعرف يا أمي، زعت الهندي اللي عارفه كله. ارجع. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش يا بنت يمع تسوين شي؟ ليش يا أم خلفان؟ نحن يران، ليش يا أم بخيت؟ ليش؟ ليش يا أم سعيد؟ ليش؟ تكلمين عمرك ليش؟ كيف هانت عليهم العشرة؟ ما سدهم أنهم تحولوا وخلونا، قاموا يسكنون الناس غرب في بيوتهم؟ لا رمستهم شارات رمستنا، ولا مذهبهم شارات مذهبنا، أنا مب في بلادي. وأنا سوقي طايح يا أم سعيد، جلبت المنيو اللي عندي كله، متجاول وكيمة وبراتة ونان. من عقب ما كان غوزي وهريس وخبيص وخمير. نحن لازم نتصرف ونبلغ المسؤولين عن الأشياء اللي صايرة في الفريج. والله فكرة أم علاوي، اتصلي بالشرطة الحين وبلغي على أم جميل وعلى باقي الحريم، وبالمرة بلغي على العزابية اللي مخيسين الفريج. ويدي يالله بالستر، تبينها تبلغ على يراننا وربعنا؟ أخ عليك ما يوز، شوف الهندي يوم حشرتي يمع ربعه وداروا عليك، وانتي تبغين تبلغين على ربعنا؟ أخ عليك أخ. عيال بنبلغ البلدية. لا تبلغين ولا تتعنين، قري ولسي مكانك، سندلتيري راسي. أم خماس قومي فتش الباب، هذا غاية بحق أم سلوم الدياي. أم خماس أحوال زمو. أحوال دمار خراب يا أخا خراب. والله أم خماس أنا شو يقول، قبل كل حد يشتري على الحساب، الحين هذا نفر جديد له ما يشتري شي غالي، ما يسجل على الحساب، كل يشتري دقوس بتوري تلفون كول. أنا خلاص بيسكر ذكون بيرد بلاد أحسن. حتى أنت يا غابة تودرنا؟ أنا عندي الحل، الشرطة المجتمعية. وأنا توني شو أرمس؟ أثيوبي؟ قلنا لكم الشرطة ما نباها. حبيبتي هذيل الشرطة بس مدنيين ومكلفين أنهم يحلون مشاكل اللي تستوي بالفرجان مثل مشكلتنا. أي مشاكل يعني؟ الحفر العميقة بالشوارع. مكود عدنا الإزعاج والشغب. مكود عدنا مشاكل هالفريج الداخلية من بينهم والخارجية اللي مع الدوائر. يا سلام أم سعيد، إذا ما سويت التليفون أغاب يسوي تليفون. حي الله أم جميل، حي الله يارتنا اللي كملها 30 سنة عدالنا. أنا مشغولة وراي أجارة بالقطة، إش عندكن؟ ومنو هذا الريال الغريب؟ هالريال مو بغريب، هالريال من الشرطة المجتمعية. هي وشو يبى في ديته؟ يبى يخطب؟ لا يا أم جميل، أنا مو بياي خطب ولا شيء، أنا ياي أساعدكم وحل المشكلة اللي أنتوا فيها. أنا ما عندي مشكلة. مالو اللي إيدي في الماي مو بشرات اللي إيدي في الضوء. وش حقة حارقة عمرك شليها يا أمي؟ أم جميل إيرانك جزاهم الله خير بغي ينبهونك بأن تأجيرك للبيت على عزابية غلط، خاصة في مناطق سكنية مثل هالفريج. بس هذا بيتي وأنا حرة فيه. وما حد قال شيء، بس البلاد فيها قانون والكل لازم يمشي عليه، وممنوع تأجير المسكن على عزاب، أجري على عائلة أحسن. وبعدين يفضل حتى تختارين ناس يكونون من نفس الخلفية الاجتماعية لأهل الفريج، ولا بتخترب البلاد والتركيبة الاجتماعية والسكنية وبيهجونها للفريج. يعني بالعربي لو تميتي تشي ما حد بيتملش غير راجو وبابو شنكا. بس كلها للفريج أجروا بيوتهم يوم طلعوا، يعني بالعربي كل حد يسوي تشي.
نحن ماشي والله ملعوزنا غير جملة كل حد يسوي شي. يوم جميل نحن مستعدين حتى نخاطب العمال اللي مستأجرين عندك عشان ما تنحرجين وياهم، وما تبين يوم جميل باكر البلدية تدريبك وتغرمك. لا لا كله ولا الغرامات، خلاص خلاص رمتهم عيال، خلني أسير عند العشرين نفر اللي مأجرين عندي الخنخوش واخذ عنهم أجار الشهر قبل ما ينراغون. مشكور يا أبويا، عساك ذخر لهلك وبلادك. بالعكس يا أم سعيد، هذا واجبنا وانتو هلنا، ما بغرب لازم هل البلاد ينتبهون، هم يظهرون من البيوت ويأجرونها على ناس غرب وما يحسون بأهل الفريج الباجين، ليقضوا وياهم عشرة عمر وين اخترب فريج بيخرب فرجان وايد من عقبه. هي صدقت يا أبويا، السمك الخايسة تخيس باج السمك. وأنا بعد لاحظت إن في فريجكم شوية حفر ناس تنهى البلدية، بنكلمهم إن شاء الله وبنقولهم إنهم يسدونها، وإن بغيتي أي شيء يوم مسعيد فارج طيب نحن موجودين ومستعدين لحل أي مشكلة كانت أمنية أو مرورية أو اجتماعية أو خدمية، لأن هدفنا الرئيسي زرع بيئة آمنة في الفرجان. تسلم يا أبويا ما قصرت، الله يحفظك. مشحون يتعلم من كتبه وقراية، ادخل حسن واظهر حسون، اكتبوا لهم ديك ودياية. بس العيايز مر مشحون يتعلم من كتبوا قراية، دخل حسن والهر يحسون، تبولهم ديش ودياية. الكبار ما يحتاج يقرون، عيالهم عنهم كفاية، يوم هي ونوى ودشون سروا البراجع في الوقاية. يبغن وظيفة تلفزيون ولا مهندس للبناية، عيالهم باتوا يصيحون وحق الريال قالوا برايه.